عدنا شباب، عدنا الدرس الخامس. احنا اخذناهم درس الرابع الضمائر، وكملنا الضمائر. اليوم عدنا موضوع اللي هو الدرس الخامس. الدرس الخامس شبيه استاد؟ ها تعالوا نسولف لكم شبيه. هم جيد، يتكلم عن البريزنت سيمبل. شلون اسمه بريزنت؟ اسمه بريزنت سيمبل، معناها مضارع بسيط. اسكت حباب. اسمه مضارع بسيط. شو اسمه البريزنت سيمبل؟ شو اسمه المضارع البسيط؟ present symbol. شو اسم المضارع البسيط؟ عافية بالورود. present symbol. شبيه استاد هذا المضارع البسيط؟ شبيه استاد؟ انا اقول لك شبيه. المضارع البسيط شبابنا الورود يقول، شي يقول؟ يقول عندنا بي ثلاث حالات، 1 2 3. نشوف الجملة، هل ان الجملة في حالة المثبت، لو حالة السؤال، لو حالة النفي؟ طيب استاذ سؤال، ها يابا احنا استاذ شلون نعرفها منفية؟ راح نلقى بيها نات. وشلون نعرفها سؤال؟ نلقى بيها علامة استفهام. زين، واذا ما لقينا لا نوت ولا علامة استفهام، معناها شنو؟ مثبت. بس استاذ شو نسوي؟ انا اقول لك شو نسوي. اذا لقيت المفرد، نخلي للفعل اس، واذا لقيناها جمع، نخلي فعل مجرد. زين استاذ، احنا مو اخذنا المفرد بالجمع؟ لا ما اخذنا. لا استاذ ما اخذنا. شنو هو المفرد استاذ؟ هذني، هي، وشي، وات، واسم شخص. اذا لقينا ذني، ايش بيهن ذن استاذ؟ هذني اذا لقيناهن معناهن ذني مفرد، واذا ما لقيناهن جمع. يلا نعيد. يعني استاذ اذا لقيناها مثبتة بالمفرد، اذا بالمثبت شو نسوي؟ اذا لقينا مفرد نخلي اس، واذا جمع مجرد. زين، واذا لقينا سؤال استاذ؟ اذا لقينا سؤال راح اخلي دز قبل المفرد، واخلي دو قبل الجمع. زين، واذا لقينا نفي بهنات استاد؟ اروح للمفرد اخلي له doesn't، واروح للجميع اخلي له don't. شلون استاد؟ ما افتهمنا. تعال افهمكم يا ابويا، تعالوا افهمكم. مثلا she read the book. هاي الجملة قال لي أريدك تسوي لي إياها بالبريزنت سمبل. بويا شنو يعني بريزنت سمبل؟ سولفنا لكم عليها. شنو يعني بريزنت؟ مضارع بسيط. هذا المضارع البسيط مثبت لو بيها سؤال، لو بيها نفي. بيها نفي؟ بيها سؤال؟ اذا شنية؟ مثبت. جيد، زين خلصنا؟ لا ما خلصنا. ليش؟ هاي الشي مفرد لو جمع؟ مفرد. عاشت ايدك. اذا مثبت ومفرد، شو نخلي؟ يعني هاي الريد تصير ريدز. عيدها استاذ، اعيدها.
You watch the game. هاي الجملة سوي لي اياها present simple. خوش حكي شنو يعني present simple؟ مضارع بسيط. مضارع بسيط. مضارع بسيط. present simple يعني مضارع بسيط. مثبت لو نفي لو سؤال. وين السؤال؟ بيها هاي العلامة؟ مو سؤال. زين بيها هاي العلامة؟ يعني مثبت. زين دور نسأل مفرد لو جمع. جمع شو نخلي؟ يعني الواتش يبقى نفسه العفو واتش تبقى نفسها واتش. زين عيد. He not speak to me. سوي لي اياها present simple. بويا شنو يعني present simple؟ مثبت لو سؤال لو نفي. نفي بيها not. منفية بيها not. عرفناها منفية مو؟ الدور مفرد لو جمع. مفرد شو تخلي؟ إذن راح يصير الجواب مالتي doesn't. زين will speak بين قوسين أنزلها. عيدها استاذ عيدها. I not play tennis. أريد من عندك تسوي لياها present simple. شنو يعني present simple؟ مضارع بسيط. مثبت لو نفي لو سؤال. نفي. حلو. زين بعدنا ما خلصنا. مفرد لو جمع؟ مفرد. شو تخلي مفرد؟ لا الاي جمع. احنا مسولفنا قلنا بس الهي والشي والات مفرد. يعني جمع. اذا جمع شو نخلي؟ صير don't play. نعيد. He drive the bus. سوي لياها present simple. هاي الجملة مثبت لو سؤال لو نفي. سؤال. عرفناها سؤال. جيد. مفرد لو جمع اللي هي يعني شو نخلي؟ خلي does قبل الهي. شوف أنا شلون حطيت إياها. خلي does قبل الهي. زين وبقية الجملة أنزلها drive the bus. نعيدها. تعال نعيدها. You call me every day. سوي لي إياها present simple. يلا سؤال present simple مضارع بسيط في حالة السؤال. هاي اليو مفرد لو جمع؟ جمع. جمع شو نخلي؟ وين اخليها الدو قبل الجمع؟ تصير do you call me every day. خوش هاتشي عرفتوها. هذا شي يصيحوا لهذا الموضوع المضارع البسيط. تمام لو مو تمام؟ فهمتوها؟